فيديو النهاردة مختلف عن أي فيديو عملناه قبل كده في القناة، دلع ومشروبات باردة بما أننا في حر وصيف. عملت لكم 4 مشروبات قهوة ومشروبين ميلك شيك ومشروبين كمان يبردوا على القلب. فيلا خلينا نبدأ. اول مشروب هبدا بيه من اشهر مشروبات ستاربكس اللي هو ايس كراميل موكيتو. فعندي هنا حليب كامل الدسم وميه وقهوه سريعه الذوبان وكاكاو. بديل الموكا هو قهوه سريعه الذوبان وكاكاو. الموكا الاصليه هي عباره عن لاتيه المكون من الاسبريسو والحليب مع الشوكولاته، فنستبدلهم بمكونات موجوده في البيت، القهوه سريعه الذوبان والكاكاو، وعندي صوص كراميل وكمان تلج. اول حاجة هجهز الموكا، فهخلط الكاكاو مع القهوة والمية. لو عندكم كمان بودرة اسبريسو تقدروا تستخدموها، هي شبه القهوة وبيكون نكهتها كمان قوية، بس لو عندكم قهوة سريعة الذوبان كمان هتديكم نتيجة حلوة قوي. دلوقتي هنبدأ نطبق في المشروب. فهحط اول حاجه شويه من صوص الكراميل، ممكن تشتروه جاهز او تعملوه في البيت. لو عملتوه في البيت اعملوه سيبوه يبرد. الكوب اللي بعمل فيه المشروب بكون حطاه في الفريزر قبل ما ابدا بوقت علشان كل حاجه تكون بارده وجميله. وبعدين حطيت التلج وحطيت فوقه كمان شويه من صوص الكراميل وحطيت فوقه حليب. مش هامله الحليب للاخر علشان انا لسه هحط الموكا وهحط كمان كريمه. حطوا الموكا كده بالراحة علشان يعني الطبقات تفضل مظبوطة، علشان لما يجي احد يشرب يشوف الطبقات ويشوف شكلها. بعدين حطيت كريمة، انا عن نفسي مش بحب اشربها مع كريمة بس علشان يعني التصوير وكده حركات، فحطيت شوية كريمة وكمان حطيت شوية من صوص الكراميل. وكده جاهز معنا اول مشروب. تاني مشروب هعمله هو مشروبي المفضل بلا منازع، مشروب الوايت موكا. بطلت اصرف عليه واشتريه من الكافيهات وكده، ولقيت الصوص الصحيح لي. فعندي هنا حليب، حليب مكثف محلى وحليب مبخر، ده هو، وشوكولاته بيضاء. يا انكم تستخدموا حليب مبخر، هو المكتوب عليه evaporated milk، او الحليب هو حليب بيغلوه لغاية ما يتركز قوي ونسبة الدهون فيه تكون عالية، او انكم تستخدموا كريمة. ولو ما عندكمش ده ولا ده تقدروا تخلطوا حليب مع معلقتين كبار حليب بودرة. هسخن دلوقتي، انا هستخدم الحليب المبخر فهسخنه لغاية ما يكون قريب لدرجة الغليان، وبعدين هحط فيه الشوكولاتة واسيبها لغاية ما تسيح. وبعدين هضيف الحليب المكثف المحلى واقلب كل حاجة. كده صوص الوايت موكا جاهز معنا. في الكوب هحط شوية من التلج، لازم تحطوا تلج، وكمان هحط شوية من الحليب، قصدي صوص الوايت موكا، وبعدين هحط الحليب، بعدين هحط الموكا. وانا عني كده لغاية كده كفاية قوي واقدر اشربه، بس علشان التصوير زي ما قلت لكم حطيت شوية كريمة. ورشيت عليه رشة كاكاو خام، وكده جهز معنا المشروب الثاني. المشروب الثالث هو من اشهر المشروبات اللي هو ايست موكا، كمان يعني روعة وطعمه حلو قوي للناس اللي بيحبوا الشوكولاتة. هو مشروب ايطالي بيتعمل بارد وسخن، بس انا المرة دي هعمله بارد. عندي حليب كامل الدسم، وهو زي ما قلت لكم الموكا هي عبارة عن الاسبريسو والشوكولاتة، هستبدله بحليب بقهوة سريعة الذوبان سوري، وكمان كاكاو خام وشوكولاتة. يعني ممكن تستخدموا بس شوكولاتة او بس كاكاو خام، بس انا حبيت اخلط بين الاثنين عشان النكهة تكون اقوى. وعندي هنا سيرب شوكولاتة، هو اختياري بالمرة، لو حابين تضيفوه لو مش حابين تضيفوه عادي. انا ده عملته في البيت، هعمل لكم فيديو عن الصوصات دي قريب. وانا مش هضيف سكر، هكتفي بحلاوة الشوكولاتة وسيرب الشوكولاتة ده.
ولاني هحط تلج في المشروب فهستخدم الفود بروسيسر، استخدمه لو خلاطكم قوي استخدموه علشان هنضيف تلج ومش عايزين الخلاط يتكسر يعني لا قدر الله. هحط المكونات وهحط شوية من سيرب الشوكولاتة وكمان هحط التلج وهضرب كل حاجة لغاية ما تمتزج. زينت الكوب كده بشوية من سيرب الشوكولاتة وحطيت المشروب. وكمان شوية من الكريمة من فوق. وزودت شوية من سيرب الشوكولاتة. وكده جاهز معنا تالت مشروب. المشروب الرابع هو من أشهر المشروبات، أكيد شفتوه في مكان ما على السوشيال ميديا، هي الدالجونا كافي أو قهوة الدالجونا الباردة. بتتعمل باردة وسخنة بس إحنا نعملها باردة عشان الصيف وكده. فعندي حليب كامل الدسم ومية باردة وسكر وقهوة سريعة الذوبان. مش هتصدقوا قد إيه مكوناتها بسيطة ومش مكلفة أبدا، ونكهتها حلوة جدا وكريمية قوي كأنها زبدة كده. فحط المية الباردة والسكر والقهوة، هنستخدم كميات متساوية من المية الباردة والسكر والقهوة، وهخفقهم. هتلاحظوا يعني سبحان الله يعني حاجة غريبة، هتلاحظوا ان الهواء بيدخل فيهم بيتكونوا كده كأنهم كريمة، فلازم المية تكون باردة. تقدروا تضربوهم بايدكم بس انا استسهلت يعني وضربتهم كده علشان يعني هياخد وقت كتير قوي لو عملته بايدي. وبعدين دلوقتي في الكوب حطيت شوية حليب، لو عايزين تزودوا تلج زودوا. حطيت حليب وخليت من فوق كده تقريبا ربعها، هحط فيه القهوة يعني دي على طول اول ما يخلص الفيديو قوموا اعملوها على طول. ورشيت على الوش كده تقريبا رشيت كاكاو خام. انا كنت شارية دول الستنسل ومش عارفة هم اذا طلعوا فاشلين ولا انا مهاراتي في الطبخ مش عارفة مالها. المهم اخترت القلب ده، والمفروض ان سطح القهوة يكون مسطح علشان شكل القلب يبان، بس انا يعني ما اخدتش بالي وما عملتش كده فطلع لي قلب معوق. بس عادي يعني كان طعمه حلو. وكده خلصنا مشروبات القهوة، هندخل على الميلك شيكس والمشروبات الباردة بقى. فأول ميلك شيك هعمله من أشهر أنواع الميلك شيكس هو ميلك شيك الفراولة. فعندي هنا حليب كامل الدسم وسكر وحليب باودر. الحليب الباودر اختياري بس هو بيدي قوام كريمي قوي. وعندي هنا فراولة مجمدة، لازم الفراولة تكون مجمدة علشان تديكم قوام كريمي. وعندي هنا بولة آيس كريم فانيليا وبولة آيس كريم فراولة، تقدروا تستخدموا الاثنين فانيليا او الاثنين فراولة. وهنا عندي سيرب شوكولاتة، ده كمان سيرب فراولة، ده كمان عملته في البيت، ان شاء الله هعمل لكم فيديو عنه قريب. هحط كوب الحليب والفراولة ويعني كل المكونات الايس كريم والحليب البودر والسكر كل المكونات في الهاند بلندر او الخلاط اللي هتعملوا فيه، وهخلطهم كلهم. تقدروا كمان يعني انكم تثبتوا دي المقادير وتستخدموا يعني نوع تاني من الفواكه لو حابين يعني موز مثلا. وهنا عندي سيرب الفراولة، زينت بيه كده الكوب من الجنب. زي ما قلت لكم الكوبايات اللي بعمل فيها دايما بكون مخليها في الفليزر عشان تكون شكلها حلو وبرد. وبعدين حطيت كريمة، يعني انا مش بحب الكريمة قوي فيه بس علشان التصوير زي ما قلت لكم. وكمان حطيت شوية سيرب. النوع التاني بقى من الميلك شيكس كمان مشهور قوي هو ميلك شيك المانجا، كمان لذيذ ورهيب. فعندي هنا حليب كامل الدسم ومانجا مجمدة، لازم المانجا تكون مجمدة عشان يديكم قوام كريمي. وعندي هنا حليب بودرة وسكر، زي ما قلت لكم الحليب بودرة اختياري بس هو بيدي ريتشنس كده للقوام وبيخليه اغنى وطعمه احلى. وعندي هنا ايس كريم فانيليا، تقدروا تستخدموا ايس كريم مانجا عشان تعززوا طعم المانجا لو حابين. فدلوقتي هحط الحليب في الهاند بلندر، كوب حليب
والسكر والحليب بالبودرة. كمان لو مش حابين تضيفوا سكر وتكتفوا بحلاوة الفواكه كمان تقدروا، وممكن تستبدلوا السكر بالعسل، كمان بيدي قوام حلو. وحطيت المانجا والآيس كريم وخلطت كل حاجة. حطيته في الكوب زي ما قلت لكم، الكوبايات اللي كنت بحطها في الفريزر على طول، وكمان زينت بالكريمة وحطيت عليها حبة مانجا كده من فوق، وكده جاهز. المشروب اللي بعده بقى من المشروبات يعني المفضلة عندي، يعني بحبها قوي، اللي هو الايس تي او الشاي المثلج، وكمان مكوناته اقتصادية. فعندي هنا ليمون اخضر شرايح وليمون اصفر، وعندي هنا نعناع. ممكن تستبدلوا النعناع بريحان، حبق حبق او حبق، مش عارفة يعني اللهجة بتختلف. وعندي هنا وكيسين شاي، شلت منهم الكرتون اللي بيكون فيها علشان انا هغليهم في المية. وعندي هنا مية وسكر عشان هنعمل بيه سيرب. هعمل السيرب، السيرب احلى بكتير انكم تضيفوا سكر في يعني الخلطة، بيطلع احلى بكتير يعني بيغير العصير. فحطيته على نار لغاية ما داب السكر بس، وطفيت النار وعملت الشاي، يعني غليت الشاي، غليت مية وحطيت الشاي لغاية ما وصلت لدرجة تقل الشاي اللي بحبها، وطفيت النار. كمان حطيت كمان عصرة ليمون على الشربات علشان يعني، او الشيرة علشان ما يعملش كريستالات. وفي الكوب لازم تحطوا تلج عشان يعني هو كل الحاجات سخنة، فمش عايزين المشروب يكون سخن. فحطيت تلج وشوية شرايح ليمون ونعناع، وصبيت على الشاي، وحطيت كمان شوية من الشيرة حسب الذوق طبعا. المشروب اللي بعده ده مشروب كنا بنعمله طول رمضان، يعني ما قطعناهوش ابدا من كتر ما هو منعش وجيرلي كده ولونه حلو. فهو اسمه الليموناده الورديه او البينك ليمونيد. فعندي هنا الشيره اللي عملناها علشان الايس تي، وعصير اناناس وميه عشان اخفف بيها، وكمان عصير ليمون بما انها ليموناده، وفراوله مجمده، وسيفن اب. لازم تحطوا له 7 اب عشان تخففوا بيه، او ميه لو ما عندكمش 7 اب لانه بيكون تقيل قوي. دلوقتي هحط الفراوله وباقي المكونات. انا ضفت شويه ميه، احيانا مش بضيف ميه بس علشان يعني اساعده انه يتخلط كويس. ممكن ما تحتاجوش تضيفوا ميه يعني من الاساس. فاحنا يعني كأننا بنعمل المشروب، اول حاجه بنحط نعمل حاجه مركزه تحت، وبعدين بنصب عليها من فوق ال 7 اب. وخلطتهم لغايه ما بقيوا حاجه واحده. وفي الكوب حطيت شويه من التل، حطيت الخليط اللي عملناه، وكمان ضفت شويه شرايح ليمون. كمان هنا في المرحله دي تقدروا تضيفوا فواكه مجمده يعني لو حابين. وبعدين خففته بال 7 اب، لو ما عندكمش 7 اب خففوه بميه كمان هيطلع طعمه حلو. يعني ده المشروب هتدمنوه من كتر ما هو لذيذ. لو جربت واحد من المشروبات دي ما تنسوش ترسلولي على الانستجرام، يعني متحمسة اني لو اشوف تطبيقاتكم وهعرضها هنا على القناة لو احد ارسلي. وبس كده، اتمنى يكون عجبكم الفيديو، وباي.